هذا اللقاء هذا كيجي من بعد أربع شهور ونص ديال الوفاة ديال السي محمد الرحوي اللي هو طبيعة الحال عضو من هذه المجموعة ديالنا، المجموعة اللي فيها 5 ديال الأفراد واللي كانوا تخطفوا لمدة 9 سنوات تقريبا قل من 1 شهرين في دوزوا في المعتقلات السرية في أكدس قلعة مبونة إلى آخره. وبما أن هذا الملف هذا دابا دازت عليه أكثر من 20 سنة باقي في الحقيقة هذاك الطي النهائي مازال ما كاين شيء، علاش؟ لأن بالنسبة لنا احنا بالأساس الطي النهائي هو يعني أنها خصنا هما دروس أولا ثم تجربة اللي خصو يستافدوا منها الأجيال اللي جاية، علاش؟ لأن بغينا واحد البلد اللي هو يكون بطبيعة الحال كيحترم حقوق الإنسان، كيحترم الكرامة ديال المواطن المغربي، إذن وبغينا أن المغاربة كلهم يعيشوا في كرامة وفي عزة في هذه البلاد هذه ويفتخروا بالانتماء ديالهم لهذا الوطن هذا اللي غيكون فيه واحد. ما ننساوش بان التجربه ديال رئيس الانصاف والمصالحه هي واحد التجربه اللي كانت رائده، ولكن مع الاسف لان التوصيات ديالها اللي كانت دسترات في 2006 في 2011 عفوا الى حد الان باقي مثلا مراكز ديال حفظ الذاكره مازال باقي ما مسوفاش. كنتمنى ان يكون الاشتغال عليهم ساير غادي الى اخره من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي كنشكروهم بزاف على لانهم كذلك بارتي برونونت من هذا اللقاء هذا تما كينظموا معنا هذا اللقاء، بان الامور بغينا نعطي واحد دفعه جديده من اجل استكمال هذا المسلسل هذا الملف هذا من اجل الطي ديالو النهائي لهذا الملف هذا الشائك بطبيعه الحال. اذا هذا هو الهدف بالضبط، لان احنا ما بغيناش دابا كاين الرحوي الله يرحمه مشى، ما بغيناش ان كاع الافراد ديال المجموعه كلها يمشيو وناس اخرين بطبيعه الحال كنعرفوا مزيان بان تقريبا كاع دوك الضحايا ديال سنوات الرصاص ديال السبعينات وديال الثمانينات كلهم بداو ما قبل كلهم بداو كيمشيو كيميتوا. اذا كنظن بان اللي بغينا نقولوا هذا الملف هذا راه خص الناس ديالو اللي كانوا الضحايا يتكرموا وهما اللي خصهم يكونوا اللبنه الاساسيه من اجل طي صفحه الماضي. وهذه راه لان بطبيعه الحال هنايا علاش دخلنا للسجن؟ علاش دخلنا الاختفاء القسري؟ لان كنا حاملين ملفات اجتماعيه، ملفات اقتصاديه الى اخره، وكنظن بان بما ان هذا باقي كنعيشوا بزاف، ماشي بطبيعه الحال ما نقدرش نقولوا بان حتى حاجه ماشي بنفس الحده، لان من قبل حتى هذا اللقاء هذا ما كانش ممكن يدار. اذا كاين كومام كاين واحد القفزه، ولكن حنايا بغيناها تكون مؤسسه من جهه وما تكونش غير يعني انها تشمل الجميع بما في ذلك حتى الحقوق ديال الشغيله، وحنا بطبيعه الحال الابواب ديال فاتح مايك.